صباح الخير. هو يوم لطيف، انا بادي من الساعه 4:30 بقول للدكتور عبله ببيع في اسهم الصين عشان الصين بتداس من ساعه ما ترامب ابتدى يعلن ان هو بيكسب. ف اتس ا فيري بيزي داي، بس يعني اي ثينك ان هو احنا بنعمل الريبورت ده كل 3 شهور. المره دي اخر مره اتقابلنا من 4 شهور، الصيف اللي فات كان مليء بالاحداث على المستوى العالمي، واي ثينك ده هيبان كله في البرزنتيشن اللي هنعرضها النهارده، سواء اللي حصل في الاسواق الامريكيه من خفض سعر الفايده بشكل اجريسيف غير متوقع، كان متوقع انه يتخفض بس مش بنفس الشكل، الين كاري تريد او رفع سعر الفايده في اليابان وتاثيراته على الاسواق، اللي حصل في السوق الصيني من الستيمولس باكج او الاداه البرنامج التحفيزي، في حاجات كتير قوي حصلت، واثينك احنا هنحاول نربط الحاجات دي ببعض وبنربطها ببعض السيشنز اللي تمت مناقشه فيها في المرتين اللي فاتوا. كتير من الديسكشنز اللي كانت موجوده حصلت، بعدها حصل اكتر من توقعاتنا، بعدها حصل اقل، بس ات واز كويت انترستنج يعني ان احنا نشوف ده ريفيو للاربع شهور اللي فاتوا. تالي انا بشكر اولا دكتور عبله ان احنا للشهر العاشر على التوالي بنطلع الريبورت في نفس ميعاده، وبشكر زمايلي هنا في المركز اكترهم زميلتنا اسراء هي اللي بتحضر الريبورت، وفي كتير في المركز بيشتغلوا على تحضير الريبورت والفورماتنج والماركتنج بتاعه. اي ثينك الحمد لله ان هو بيطلع بشكل مستدام، وميزه الريبورت دي انها تقدر تقارن على فترات زمنيه ممتده شهر بشهر، فبيبان الفروقات بشكل كويس. الريبورت ده الميثودولوجي بتاعته زي ما الدكتور عبله اتفضل، واحنا بنبص على الجلوبال ماركتس في الاول ثم يليها الايمرجنج ماركتس، او خلينا نستخدم مصطلح اكثر دقه ايمرجنج ماركتس او الدول اللي شبهنا، عشان مش كل البلاد اللي بنبص عليها هي شبهنا قوي، فبعضها ايمرجنج وبعضها شبهنا جغرافيا، فاحنا بنحاول نبص على دول ننفع نقارن بيها حتى وان كانت هي سبقتنا في بعض الاوقات. وبعد كده بنبص على الايجيبشن لوكال ماركت بشكل كبير. اول حاجه في الجلوبال ماركتس احنا بنبص على الاسواق الكبيره، امريكا، اوروبا، الصين، لان الاسواق دي التفاعلات اللي بتحصل فيها هي اللي بتاثر بشكل كبير على صناعه القرار الاقتصادي. وبالتالي لما اليو اس فيدرال ريزيرف او البنك المركزي الامريكي بيخفض سعر الفايده، ده اوتوماتيكلي بيفتح ايزنج سايكل او سياسه تيسير في العالم كله. لو هو ما خفضش سعر الفايده، فصعب نلاقي دول مختلفه بما فيهم مصر بتخفض. وبالتالي دي اول ليفل بنبص عليه، بنبص على الجلوبال ماركتس ومركزين على اوروبا وامريكا كندا والصين، دول الاسواق الاكبر كحجما والاكبر تاثيرا. ثم بعد كده بننزل على الايمرجنج ماركتس بين قوسين الدول شبهنا او قريبه مننا، لان دايما في البانل دي بيحصل ديسكشن هل مصر اصلا ايمرجنج ماركت ولا لا ولا فرونتير، فاحنا بنقول دي الدول اللي كانت شبهنا او على الاقل نفسنا نقرب منها. فبنبص على مجموعه دول مختلفه، المركز هنا عنده 9 دول بيبص عليهم في كل ريبورتس بتاعته، منها الهند، منها المغرب، منها الامارات، منها البرازيل، منها تركيا. بنبص على دول بعضها قريب مننا بعضها قريب جغرافيا، فبنقدر نقارن ونشوف الدول دي تأثرت ازاي كتأثرا من الجلوبال ماركت. ثم بعد كده بنبص على الليفل الثالث وهو السوق المحلي المصري، وبنحاول نربط بين الجزء الاقتصادي والجزء بتاع اسواق المال، فبنشوف تأثيرات الكلام ده على السوق ازاي، احنا تأثرنا زي بقيه الايمرجنج ماركتس ولا لا، تفاعلات السياسه النقديه والسياسه الماليه، البنك المركزي اتصرف ازاي، خفض سعر الفايده، سحب سيوله، طب هيعمل ايه، طيب الاجراءات اللي وزاره الماليه بتاخدها، تفاعلات الحاجات دي مع بعض، وهو ده اللي احنا بنبص عليه. احنا في الاربع شهور اللي فاتوا we had very exciting times زي ما كنت بقول، يعني تقريبا ده اسوأ صيف عدى على الواحد في الكارير بتاعه ان شاء الله بزاط، يعني من اول يعني احنا عملنا السيشن في شهر 7 وطلعنا نصيف على اعتبار انه هيبقى صيف لذيذ وسنه انتخابات ومحدش هيعمل حاجه قوي والناس كلها مستكينه وكل حاجه هتبقى كويسه، بس حصلت شويه حاجات. فمثلا في سوق زي السوق الامريكي في شهر 8 حصل فيه انخفاض شديد جدا مدفوع بالاسهم بتاعه الاي اي بتاعه الارتفيشال انتليجنس، شفنا شركات زي نيفيديا وامثالها نازله 25 و30% في 3-4 ايام، which was very big hit، خاصه ان الشركات دي كلها فوق ال 3 تريليون دولار الشركه الواحده. فلما بنشوف مايكروسوفت ونيفيديا ده كان very big break. بعديه بكام اسبوع شفنا حاجه زي الين كاري تريد
تريد. الين اليابان من اواخر الثمانينات عندها ازمه كبيره جدا، فسعر الفايده فيها قرابه الصفر، فدايما الصناديق الاستثمار بتستلف من هناك بصفر وبتحط في اي سوق تاني ب 3-4% وبتكسب الفرق. ده اللي بيسموه الكاري تريد، اللي هو انا بستلف في سوق وبوظف في سوق تاني، والعالم بقى له 30 سنه بيعمل كده. هي الناس ما فيهاش ذكاء، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، بيروح يفتح مكتب هناك يستلف بصفر او بربع في الميه ويروح يوظف في بلد تانية ب 3-4%، وممكن شويه فلوس تتسرسب كده تيجي البلد زينا ب 25-30%. فمره واحده اليابانيين قرروا ان التضخم بيزيد فمحتاجين يرفعوا سعر الفايده. لما رفعوا سعر الفايده السوق الياباني نفسه نزل، والكاري تريد دي نفسها ان انا استلف بسعر فايده واوظف بسعر فايده تاني ما بقتش مربحه ولا مجدية، وده أثر على أن الكاري تريد جلوبالي اتأثرت بشكل سلبي. احنا نفسنا في أسواق زي مصر شفنا تأثيراتها، فده كان خبر تاني ما هوش أسعد أخبار في الدنيا، وكان ليه تأثير وعشنا أسبوع في الأسواق في شهر 9 ما كانش لطيف. بعدين كله كان منتظر أوروبا وإنجلترا ينزلوا سعر الفايدة which happened وحنبين، فده كان من الأخبار. ثم أمريكا أخيرا استجابت والـ US Federal Reserve نزل، بس بدل ما نزل بربع في المية نزل بنص في المية. كله كان متوقع أنه حينزل، سواء نزل بنص في المية، فمن ناحية إدى قناعة أن في خوف من الركود، ومن ناحية تانية إدى قناعة أن ما فيش قلق من التضخم، فكان لها عوامل إيجابية وعوامل سلبية. ثم all of a sudden طلع الصينيين وأعلنوا عن حزمة تحفيز اقتصادية رهيبة جدا عشان يقوموا الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري اللي بقاله سنين بشكل خاص، والسوق هناك جرى وفلوس كتيرة راحت هناك. ثم طلعوا عدلوا البيانات بتاعتهم وقالوا لا احنا مش هنعمل كل ده، هنعمل نص ده، فالسوق ضرب تاني. فهنلاقي لما نيجي نبص على الارقام هنلاقي ان الاربع شهور اللي فاتوا كانوا فعلا كيوس بشكل رهيب جدا جدا جدا، وكان ليهم تأثيرات كبيرة. لو جينا بصينا على نبص على الجلوبال ماركتس الاول، وهنبص الاول على اسعار الكوموديتيز، اسعار السلع الاساسيه، لان هو ده اللي بيدرايف الاسعار في العالم، سعر البنزين، سعر البترول، سعر الحديد، سعر ده. فعندنا لو بصينا على السنين اللي فاتت هنلاقي فيه تباين شديد جدا في اغلبيه الحاجات، لكن في اخر كام شهر هنلاقي فيه ترند محدد جدا. ولو ركزنا بشكل اساسي على السلع اللي تخصنا هنلاقي فيه أربع سلع أساسية، مش هو ده البترول. والبترول كرود برنت او سعر خام البترول واحد من الكوموديتيز اللي احنا دايما بنبص عليها، لان هو ده بيدرايف جزء كبير من الانتاج الصناعي، جزء كبير من النقل. زائد احنا في اكبر منطقه منتجه للبترول هي المنطقه اللي احنا قاعدين في نصها، والمنطقه دي في حاله حرب بقالها 13 شهر النهارده. فاسعار البترول في 13 شهر اللي فاتوا ما نطتش بشكل كبير جدا، بالعكس سعر البترول قبل الحرب كان اقل من دلوقتي، يعني قبل شهر 10 السنه اللي فاتت كان اقل، وده كان غريب جدا جدا جدا. وحتى احنا دايما من منظور نقول لك يعني الاسواق مش شايفه ان في حرب، هو شايفه ان الناس دي يعني بتغلس على بعض، بس هو اكيد لان هو لو شايفين ان في حرب لازم البترول يكون 120 دولار، 130 دولار، ما ينفعش يكون في حرب والبترول ب 70 و80 دولار. ولكن حصل مع تصاعد الصراع بين ايران والكيان في لحظه من اللحظات لقينا البترول نط بشكل كبير جدا، ثم رجع نزل تاني. فكان في اسبوع البترول طلع فيه 10% ولا حاجه، وبعدين رجع البترول تاني نزل. ولو بصينا لاخر اخر البيانات اللي مطلعينها في الريبورت الاخير بتاع شهر اكتوبر هنلاقي البترول نزل بشكل كبير. الناحيه الثانيه الغاز الطبيعي الناتشورال جاز، وده واحد من الكوموديتيز الاساسيه، لان لا ان سعره على الرغم ان هو استقر مقارنه بايام كوفيد في نص الشارت دي، هنلاقي في ايام كوفيد كان عالي جدا جدا جدا، في اخر فتره نزل، بس في اخر شهرين لانه ابتدى يطلع تاني، مدفوع بان المنطقه دي احنا اكبر مصدر للغاز الطبيعي، المنطقه مش احنا مصر، المنطقه منطقه الخليج، وده ليه تاثيرات كبيره جدا وفي خوف. قبل ما اخش على الذهب اخش على الحديد، الايرن اور، لقينا ان الايرن اور بينزل، خام الحديد بينزل، وده نتيجه التخوفات من التباطؤ الاقتصادي. انا النهارده الدول بتستخدم حديد عشان تصنع، فلو في انتاج وتوقع بنمو كبير هيبقى في زياده في الاسعار. طب لو ما فيش توقع بنمو الاسعار بتاعت الحديد بتنزل، وده اللي شفناه في اخر شهرين ثلاثه ان سعر خام الحديد بينزل بشكل كبير. وده يفسر ليه الفدرالي الامريكي نزل نص نقطه على بعضها، لأن
في تخوف شديد جدا من ريسيشن او من تباطؤ اقتصادي. نيجي للذهب وتالي مهندس هاني توفيق هنسيب له حته بقى في هو من محبين من محبين الذهب يوزع علينا سبيكه كل واحد. انا راضي بجرام يعني مش لازم سبيكه. ايوه انا في نوفمبر الانيفرسري بتاعنا ومراتي فلو خاتم برضو مش حاول لا يعني. فالذهب احنا شفنا اسعار غير مسبوقه، يمكن كنا في بدايه السنه بنشوف 2200 و2300 دولار للاوقيه وكنا شايفين ان هو كتير. الذهب كسر ال 2700 وكان داخل على 2800، وده جاي من نتائج حاجات متعدده، جزء منها انخفاض اسعار الفايده بيخلي فيه تخوفات من تضخم وبالتالي الناس بتلجا للكوموديتيز اللي زي الذهب والفضه والذهب على راسهم. حاجه تانية التوترات الجيوسياسيه اللي موجوده، في حرب ما فيش حرب الدنيا، فالناس بتلجا للذهب. زائد ان احنا كنا داخلين على انتخابات ومحدش عارف مين هيكسب، ولو انتخابات في امريكا ولو حصل مكسب اللي هيكسب ده، طب اللي هيخسر هيعترف بالمكسب ولا مش هيعترف بالمكسب، فهنخش في توترات. فالناس بطبيعه الحال بتلجأ للحاجات الاكثر استقرارا في الحته دي، فلقينا ان الذهب وصل ل 2770 2780 قبل ما يبتدي يريح شويه على 2750، ومتوقعين في الايام اللي جايه مع مكسب ترامب الشبه مؤكد ان نلاقي الذهب بيرجع يتراجع بشكل كبير. تمام، تعال نشوف الكلام ده على الانفليشن ريتس او الريتس والبوليسي ريتس. لو جينا بصينا على الانفليشن ريتس والبوليسي ريتس احنا هنلاقي ان احنا من بدايه السنه قاعدين بنقول ان العالم مر بتضخم كبير جدا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، تسبب في رفع سعر الفايدة بشكل كبير من البنوك المركزية، وأن سنة 2024 هي سنة الإيزنج، يعني هيحصل تيسير. طب الفيدرالي الأمريكي هينزل ربع ولا نص ولا ثلاث أرباع، فقعدنا أول فترة أول ست شهور من السنة يعني رايحين جايين. تهيألي في الربع الأخير الربع الثالث من السنة اللي هو آخر ربع ده ابتدت تتأكد الانفليشن ريتس في الثلاث دول الأساسية اللي بنبص عليهم، أمريكا، إنجلترا، الاتحاد الأوروبي بشكل عام وكندا، واضح الكيرف إن التضخم بينزل، مدفوع بإن الطلب على السلع والخدمات قل، ومدفوع بإن الكوموديتيز الأساسية اللي زي اتكلمنا عنها زي البترول وزي الحديد نفسه سعره بيقل. تأثير الكلام ده إيه؟ تأثير الكلام ده في الجرافس اللي تحت، إن البوليسي ريتس أو اللي هي الانترست ريتس اللي بيفرضها البنك المركزي في الدول دي انخفض. أمريكا نزلت 0.5% مرة واحدة، بيسموها جامبو ريت كات لأن كله كان متوقع ربع، فلما نزل نص this was big، لأنه في العادي ما بينزلش يعني مش زي عندنا إحنا بنرفع بالثلاثة أربعة وبننزل بالاثنين ثلاثة، وده اختلاف وده اختلاف، واحنا دايما بنقول ان العلاقه 1 تو 4، الربع هناك يساوي واحد هنا، فاحنا دايما بنتعامل هناك الربع ربع، فبيتعامل بحساسيه شديده جدا جدا. فان هو ينزل 0.5% هو ادى مؤشر ان في اطمئنان كبير من ناحيه التضخم، بس في قلق كبير من ناحيه النمو، فهو نزول النص ده كان صدمه، ما هوش كان ايجابي قوي، كان ليه سلبياته. اوروبا وانجلترا وكندا نزلوا اكتر من مره، فخلاص الايزنج سايكل هتنزل، وتوقع ان يبقى في 2.5-3% من بداية التنزيل لحد نهاية السنة الجاية نهاية 2025 ينزلوا بقى تدريجيا، وكل سوق بينزل حسب المعطيات بتاعه. لو جينا بصينا على أسواق المال حبيبتي يعني بصراحة أنا يعني أوري بس سوقين كده عشان ينقيم عشان هم كانوا تروما، ده السوق الأمريكاني والسوق الصيني، ودول البيك كونتندرز او يعني فرسي الرهان في الاقتصاد العالمي النهارده. السوق الامريكاني واصل للاول تايم هايز، يعني اعلى نقطه، كل الاندكس الاس ام بي في اعلى نقطه، الداو جونز في اعلى نقطه، كل حد في اعلى نقطه، الناسداك في اعلى نقطه، كل الاسهم في اعلى نقطه، لدرجه الواحد لما بيجي يفكر يشتري، طب انا اشتري ما هو كل حاجه في اعلى نقطه، يعني هو انا هخلي فلوسي في جيبي يعمل شورتنج لكن انا هشتري ليه؟ بس هو لسه بيجيبوا اعلى نقط تاني، وتهيألي النهارده هنشوف مع فتحه السوق اعلى نقط في اغلبيه الحاجات اللي فيها أسهم. بس لو بصينا للثلاث اربع شهور الكيرف ده هنلاقيه عامل كده، فهو مش خط مستقيم، وده بيفسر شويه الحاجات اللي حصلت، بيفسر الدوت كوم للاسف الاي اي بابل اللي فرقعت في شهر 8، وشفنا اسهم زي نيفيديا نازله 30%، يعني نيفيديا ده نازل من 140 ل 95 دولار في اقل من اسبوع، وده على شركه ب 3 وشويه تريليون دولار، فده شركه اتشال من راس مالها تريليون دولار في اسبوع، تريليون دولار.
طبعا مقارنه بالمنطقه اللي احنا فيها تريليون دولار ده اكبر من اقتصاديات عده دول مع بعض مش دوله واحده، فده ارقام مخيفه. نفس الكلام حصل في مايكروسوفت، شفناه في ابل، جوجل، ان سو اون اند سو فورث. فبالتالي ده كان من الحاجات في السوق على الرغم ان هو جاب اول تايم هايز، لكن كان في تذبذب كبير جدا جدا جدا. الناحيه الثانيه السوق الصيني هنلاقي ان هو حصل له كده في الاخر فتره سبايك عالي جدا جدا بسبب سياسه التحفيز اللي اعلنت عنها الحكومه، لان الصين بقالها من ساعه 2008 هم مقرروا ان هم ما يعدوش بالازمه الماليه العالميه زي الناس كلها، فقعدوا يضخوا في فلوس، كل ما يتزنقوا يضخوا في فلوس، فالاقتصاد حصل فيه نمو. لكن بقى عندهم فقاعه عقاريه كبيره، وحسيب مهندس هنا عشان هو بيحب الفقاعات العقاريه يعلق عليها، عشان انا يعني بشتغل مع كل مطورين البلد فمش عايز علاقتي بيهم تتوتر اكتر ما هي متوتره. مهندس ثاني خلاص مش 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 باقي على العلاقات دي، خلاص، فهو هيقول اللي هو عايزه. ففي فقاعه عقاريه في الصين بقى لها سنين طويله، واسعار العقارات نزلت بشكل كبير جدا والسوق راكد، وده كان دافع من الدوافع الكبيرة في الاقتصاد. فالحكومة الصينية والبنك المركزي الصيني قرروا يعملوا سياسة تحفيزية للاقتصاد ككل وللقطاع العقاري على وجه الخصوص، في أسهم بعض الشركات العقارية زاد 70% في يوم، فالسوق نط كبيرة. وبعدين واضح ان في حد قالك لا احنا شكلنا وحش، فطلعوا حد ابن حلال كده بمقام نائب ونائب مجلس رئيس وزراء، قال يا جماعة لا الصين زي الفل والدنيا مش زي كده وتفهمتونا غلط، احنا هنحسن بس مش بالطريقة دي. فالسوق رجع نزل تاني. ده هيبان على الإمرجينج ماركتس، يعني تأثير الصين هيبان جدا على كوريا الجنوبية، هيبان على الهند ان هم مرتبطين، تأثير أمريكا هيبان على أوروبا وهيبان على كندا وعلى الأسواق المختلفة. واحنا بنعمل ده تأثير الكلام ده على التانير بوندز، المفروض انخفاض أسعار الفايدة كان يؤدي إلى ان تكلفة الاقتراض على الدول اللي انخفض فيها أسعار الفايدة تنزل، وده حصل في الأول في شهر أغسطس وسبتمبر. بس اللطيف إن في أكتوبر أسعار الفايدة في الدول كلها في العالم زادت. التفسيرات هو المشاكل الجيوسياسية، سنة انتخابات محدش عارف يحصل إيه، يمكن يحصل حروب في العالم يعني. فكان في ارتفاع في سعر الفايدة عالمي جدا، في أمريكا اللي نزلت 0.5% المفروض نلاقي تكلفة الدين بتاعها هينزل على الأقل 0.5%، هو اللي حصل هو ارتفع يعني، بعد ما نزل رجع ارتفع تاني. نفس الكلام في إنجلترا، كندا، وألمانيا، ودي كانت حاجة غريبة شوية. نيجي للدول، خلينا نقول الإمرجينج أو الدول الناشئة، وإحنا هنا بناخد مجموعة من الدول. تعال نبص على الإنفليشن ريتس بتاعتهم، هنلاقي إن بشكل عام في دول ما تأثرتش زي تركيا، الهند، إنفليشن ريت فضلت عالية فيهم، وفي دول لقينا فيها انخفاض في الإنفليشن ريت في التضخم بتاعها. كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والإمارات، الثلاث دول دول حصل فيهم انخفاض كبير في التضخم، بينما الباقيين زي تركيا أو غيره لا، فضل التضخم عالي، إما ما نزلش خالص إما نزل حاجة بسيطة. وده يقول لنا أن الإمرجينج ماركتس مش كلها استجابت للانخفاض اللي حصل في الجلوبال ماركتس، فإحنا ما بين الجلوبال ما بينزل الإمرجينج بياخد وقت وما بينزلش بالتساوي. الدول اللي استجابت هم ساوث أفريكا وساوث كوريا والإمارات، وده لو بصينا هنلاقي على البوليسي ريتس أسعار الفايدة، هنلاقي تركيا ما نزلتش سعر الفايده، هنلاقي المغرب ما نزلتش سعر الفايده، هنلاقي البرازيل ما نزلتش سعر الفايده، لكن هنلاقي الدول اللي حصل عندها انخفاض في التضخم هي اللي نزلت سعر الفايده، هم نفس الدول، كوريا الجنوبيه، كوريا جنوب افريقيا والامارات. وبالتالي الدول اللي في الايمرجينج ماركتس اللي حصل انخفاض في سعر الفايده في سعر التضخم عندها هي اللي استجابت ونزلت سعر الفايده على طول، بقيه الدول زي تركيا وزي البرازيل ما حصلش انخفاض في التضخم وبالتالي ما نزلوش سعر الفايده. لو جينا بصينا على العملات هنلاقي ان الدول الناشئه المفروض لما اسعار الفايده تنزل ويبتدوا يشموا نفسهم العملات بتاعتهم تشد يعني، لان ده ما بيحصلش لسه الدول اللي في الايمرجينج ماركتس او الدول اللي احنا بنقارن بيها عشان محدش يعني يتضايق، اللي احنا ارتضينا كمركز نقارن بيها، هنلاقي ان هم ما زالوا بيعانوا. وهناخد اربع دول، هنلاقي ان الاربع دول دول تركيا، البرازيل، حتى كوريا وجنوب افريقيا العملات بتاعتهم يا اما فلات يعني يا اما ثابته قصاد الدولار يا اما نزلت قصاد الدولار. ليه؟ جزء منها نتيجه ان بعض الدول دي في مناطق حرب، بعض الدول دي متاثره يعني مثلا كوريا الجنوبيه دي لازقه قريبه من الصين وقريبه من اليابان فمتأثرة بالوضع بتاعها،
والناس ما بتتخيلش او بتتخيل ان العالم حاجه واحده، بس ده مش صحيح قوي. الدول بتاعت اسيا دي مرتبطه قوي ببعض، فكوريا مرتبطه جدا وتايوان مرتبطين جدا باللي بيحصل في اليابان، مرتبطين جدا باللي بيحصل في الصين وخلف. فبالتالي لسه الاسواق الناشئه بتمر بضغوط على العملات بتاعتها. لو جينا بصينا على اسواق المال هنلاقي ان اسواق المال في الدول الناشئه ما كانتش اسعد حالا في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا، نتيجه ان يا اما حروب اقليميه ودي احنا شايفينها، وانا حتى خدنا تركيا والامارات والسعوديه، ودول من الثلاث اسواق. يعني السعوديه دي المفروض كان السوق يكون طاير، بلد بتصرف كميات فلوس مش طبيعيه، مشروعات تنمويه خزعبليه، تطور السوق من أسوأ الثلاث شهور عدوا على السعودية في آخر خمس سنين. ليه؟ بسبب كل حاجة بتحصل في المنطقة. وبالتالي حتى الدول اللي تبدو من الظاهر أنها في معزل عن المشاكل هي في الحقيقة مش في معزل عن المشاكل. الإمارات يعني بشعرة، ساعة تروح وساعة تيجي. تركيا للأسف التضخم والمشاكل اللي عندها مؤثر عليها بشكل كبير. عندنا سوقين تانيين، انديا، الهند وكوريا الجنوبية. قبل ما ندخل كان لسه شريف بيه بيعلق على الهند وازاي هي بتنمو بشكل كبير وعاملة ده، وده باين جدا. الهند على الرغم انها في جوه المشكلة يعني قريبة جدا من الصين، لكن هي قادرة تسبق والسوق بتاعها قادر يسبق نتيجة انها قدرت تحط لنفسها سياسة تصنيعية وتصديرية جيدة جدا. واحنا شايفين السوق يعني البورصة ما بتكدبش في بعض الحاجات، الناس بتحط في دي فلوس، مش ارقام بتطلع رسمية ووعود، دي فلوس ناس حطت فلوس بتكسب عليها وبتخسر عليها، فالناس ما بتخافش. زي المناقشة دايما بتاعة توقعات قبل انتخابات امريكا، فدايما في احنا في الشغلانة بتاعتنا يقول لك انت بتصدق البولز الاستطلاعات الرأي ولا بتصدق المراهنات؟ انا مصدق المراهنات، انا اللي بيحط فلوس على مين هيكسب ده غالبا خايف على فلوسه، اما اللي بيقول استطلاع رأي انا شايف ده او دي يعني ده مش بفلوس، اي حاجة مش بفلوس ما مش بتبقى جدية زي اللي بفلوس. فالهند شايفين السوق عامل ازاي، بينما كوريا الجنوبية على الرغم انها سكسس ستوري كبيرة جدا لكن تأثرها باليابان وبالصين كبير جدا. لو جينا بصينا على الأسواق دي، البوند ييلز تكلفة الاقتراض عندها هنلاقي برضو عانوا ان تكلفة الاقتراض كانت المفروض تنزل، هي برضو طلعت زي أسواق الجلوبال ماركتس لسه لم تستجيب، لان لو الجلوبال ماركتس تكلفة الاقتراض ما نزلتش طب هتنزل عند الاميرجينج ماركتس ليه؟ ما احنا برضو كلنا خايفين يعني. فدي الاميرجينج ماركتس تركيا الهند كل دول هنلاقيها انشت ابوردز، يعني في نتوء كده في اخر كيرف من فوق هنلاقي ارتفاع بسيط. يعني نيجي بقى لأم الدنيا ننزل على الأرض ونشوف الوضع. بالتأكيد اللي بيحصل جلوبالي وفي الإميرجينج ماركتس ليه تأثير على مصر. خلينا نركز على كذا حاجة. تعال نبص على الإكسترنال دات، الاتفاقيات اللي حصلت، الميجا ديلز، سواء اتفاقية مع صندوق النقد، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، رأس الحكمة، التلويح باتفاقات مماثلة، أدى إلى أن في آخر ثلاثة كورترز شايفين أن الدين الخارجي كإجمالي رقم بينزل، فالكيرف نزل. لكن لو بصينا على الجراف اللي جنبه على اليمين ده الالتزامات المصرية في كورتر باي كورتر وشهر باي شهر. احنا عندنا في خلال ال 14 15 شهر من هنا لحد نهاية 25 التزامات مالية بأرقام كبيرة جدا جدا جدا، وبالتالي على الرغم من نزول إجمالي الدين كتوتال أوتستاندينج فيجر يعني، إلا أن الالتزامات والمدفوعات في الفترة الجاية عالية جدا جدا جدا. نتيجة الكلام ده لو بصينا على البوند ييلدز احنا كدولة مفروض تكلفة الاقتراض بتاعتنا مرتبطة بشوية حاجات، مرتبطة بعلينا الديون قد إيه، مرتبطة باستقرار سعر الصرف عندنا، مرتبطة بالاحتياطي، مرتبطة بالريتنج، مرتبطة بالوضع العالمي. بعد ما حصل انخفاض في أغسطس وسبتمبر لأنه في أكتوبر رجع تكلفة الدين عالي، وافتكر المرة اللي فاتت كان شريف بيه كان قاعد جنبي وأنا بقول إن تكلفة الاقتراض نازلة، فبص لي قال لي لا بس هتعلى، فيعني he expected it he was right. للأسف ما فيش مراهنات هنا فمش هيكسب فلوس من النصيحة دي، غالبا ممكن يكون خسر عليها، بس يعني اللي حصل ان احنا شفنا ان تكلفة الاقتراض زاد، وده تاني مرتبط بممكن يكون رؤية بعض المستثمرين على السوق، ممكن يكون وجهة النظر على سعر الصرف ومدى ثباته واستقراره، ممكن يكون برضو الحاجات اللي بتحصل حوالينا في الإقليم والحرب اللي بتحصل فينا، كل دي فاكتورز أساسية.
فده أدى ده بشكل إيجابي. عندنا فيتش لسه رفع التصنيف الائتماني من بي ماينس لبي، إحنا لسه بي ده بعيد مش أعلى حاجة، بس يعني عامة أي ستيب فورورد إز أ جود ساين. بس ده دايما الريتنج أون ذا شورت تيرم، إحنا هنعرف نسد ولا لأ، والأوتلوك ستيبل بس، ففي بوزيتيف ستيب بس لسه يعني قصاد الكلام ده تكلفة الاقتراض غالية جدا، فده يدينا إحساس إحنا فين ورايحين فين يعني. ففي تحسن ولكن الالتزامات الجاية كبيرة جدا وتكلفة الاقتراض عالية جدا. لو جينا بصينا على شوية ليه علاقة بالتضخم والموني سبلاي، 30% بس ده شامل الضريبه، من غير ضريبه 24، ده المجمل. عايزين نفتكر انه في بعض دول اتفاقيات منع الازدواج الضريبي النتيجه عليهم اقل من 15. صحيح 100%. لو جينا بصينا على ارقام التضخم بصراحه في التو جرافز دول لطاف جدا. انا عندنا التضخم في مصر ليه اسباب متعدده زي اي حاجه، جزء منها رفع اسعار المنتجات بذات الكوموديتيز الاساسيه زي البنزين وغيره وغيره وغيره، بعض منها ليه علاقه بسعر صرف العمله، وبعض منها ليه علاقه بالموني سبلاي اللي احنا اللي هو الايكوفالنت لطباعه النقود، التوسع في النقد. كان دايما وتالي كان هنا المكان ده كنا دايما بنتناقش فيه ان مصر جزء كبير من مشاكلها في التضخم جاي من طباعة النقد، التوسع في طباعة النقد. ولو بصينا على السنة اللي قبل اللي فاتت وصح نلاقي فيه كده في الكيرف الأولاني اللي على الشمال كده 3-4 بورز عاليين جدا، وصل زيادة في المطبوع من النقد سنوية في شهر 40-50% يير اون يير، ودي أرقام كبيرة جدا. الحقيقة ان احنا في آخر من بداية السنة مع الاتفاق مع صندوق النقد شايفين ان البنك المركزي بيخفض من الريت اوف جروس بتاع طباعة النقد، وده عن طريق فكره ليكويديتي ابزوربشن، ان فكره ان هو بيسحب نقديه. قبل كده كان محاربه التضخم تركيز فيها على سعر الفايده، ودي مدرسه بعض الناس بتختلف معاها. مدرسة التانية ان انا لو انت في سبلاي سايد انفليشن اسحب سيوله اكتر، بالتالي الموجودين دلوقتي مركزين على ده، وتشوي سي ان هو ده الافضل، لان التضخم مش جاي من طلب، التضخم جاي من اسعار ارتفعت. وبالتالي على الرغم من الموني سبلاي انخفض كريت اوف جروس وما زال منخفض، والكيرف ده كيرف كويس جدا، الا ان الانفليشن في الكيرف التاني في الجراف التاني بعد 5 شهور من الانخفاض من شهر 4 كده، الا ان احنا في اخر شهرين ابتدينا نرجع نشوف تضخم بيزيد تاني، وده سببه بسيط، ارتفاع اسعار المحروقات، رفع الدعم عن بعض الحاجات. فعلى الرغم ان احنا قللنا الجروس بتاع الموني سبلاي، الا ان الايفكت بتاع رفع اسعار المحروقات مش قادر يوازن مع ده، ورفعت الانفليشن دي ما هياش الطف حاجه. بالتاكيد سعر الفايده ما زال ثابت، وتهيألي لسه يعني الجراف اللي فات ده يبين ليه احنا لسه ممكن ما نكونش تحركنا في سعر الفايده. وزي ما اتكلمنا في الايمرجي ماركت، في ايمرجي ماركتس تانية لسه برضو ما حركتش سعر الفايده. نيجي لحته تانية لطيفه جدا، واحنا بنتكلم على الدولارات اللي عندنا الفورين اكسشينج. احنا الدولارات اللي موجوده في القطاع المصرفي هم صافي الاصول الاجنبيه اللي في القطاع المصرفي والاحتياطي النقد الاجنبي. احنا في قبل شهر مارس قبل الاتفاقيات الكبيره احنا كان عندنا بالنيجاتيف 27-28 مليار دولار، يعني القطاع المصرفي كان مكشوف ب 27-28 مليار دولار. بعد الاتفاقيه مع صندوق النقد وفلوس راس الحكمه طلعنا فوق، والكيرف طلع بشكل بوزيتيف. من شهرين في فلوس هوت ماني طلعت مره واحده مع الين كاري تريد، ودي ازمه كبيره لان الكاري تريد جلوبالي مربط ببعض، كل اللي بيتريدوا الحته دي هم كام شخص قاعدين في لندن ونيويورك ان جيم اوفر، فهم تعقدوا فقللوا شويه ولقينا الكيرف نزل، بس الحمد لله استقر. الناحيه الثانيه الريزيرفز بتاعت البنك المركزي هنلاقي ان هي ارتفعت وما زالت مستقره، مفيش نطاط كبيره، مفيش بيج جامبس، بس في مور اور لاس ثبات على نفس الارقام، الحاجه 40 مليار دولار بيزيدوا 50-100 مليون دولار كل شهر، وده يعني بنعتبره هو زياده يعني مور اوف ستابيليتي يعني. وهنا بصينا على الكيرف ده، احنا الكيرف ده بنحاول نجيب سعر الدولار الحقيقي
في حتت مختلفة، بالذات قبل ما يحصل في شهر مارس التعويم وتلمت الأسعار. احنا عندنا سعر رسمي ويبقى عندنا سعر جاي من الجي دي أرز بتاعة السي اي بي المتداولة في مصر وبره، وعندنا سعر بتاع الساغة، وعندنا سعر في سوق السودة. لما حصل في مارس لقينا ان الأسعار اللي كان فيها فرق في لحظة من اللحظات كان الرسمي ب 31 والسوق السودة وصل 74، وفي الذهب في الساغة كان بحاجة و60، الجي دي أرز كان بحاجة و70. بعدين حصل ان كل دول توحدوا في نقطة معينة. في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا هنلاقي ان كل الكيرفز دي ابتدت تبعد عن بعض شوية، مش عايزين نقول في سوق سودة، بس ابتدينا نقول ان ممكن في بعض الاوقات الجي دي ارز بالذات في شهر اغسطس وسبتمبر مع الخوف على الكاريت ريت ابتدينا نشوف ان السعر المتداول على الجي دي ارز بتاعت السي اي بي اعلى شوية من السعر الرسمي. ما زالت الفروقات قليلة، لكن وي كود سي ليتل بيت اوف ديفرنس، لكن الحمد لله سو فار في يونيفيكيشن او في توحيد لسعر الصرف اكروس الشانلز كلها، which is generally good. I think this sums up الثلاث أربع شهور اللي فاتوا، ونفتح بقى الفلور للديسكشنز. شكرا. كنا نعلق على شوية حاجات لها علاقة بالتقرير. طيب أولا أنا بشكر حضرتك، هبتدي من السؤال بتاع حضرتك. إحنا بنجيب التانيير بوند ييلد التريدد، مش النيو إيشونسز، الإيشونسز اللي موجودة وبنجيبها من على investing.com، فده الموجود النهاردة. مظبوط صحيح مع حضرتك. فلو انتوا حابين اكتر حاجه ماركتبل دلوقتي وليها سكندري ماركت كويس 3 سنين مع حضرتك تماما، لحد ما نبتدي احنا اوريدي البنك المركزي في الخطه ان هو يعلن اليلد كيرف لحد 10 سنين. اول لما اسعار صعبه برضو على وزاره الماليه ان في ظل الظروف اسعار الفايده العاليه طبعًا. انها تطلع حتى هيروح لريتس عاليه جدا، بس زي ما انتوا يعني انا افضل ان لو كده حاجه ماركتبل عشان تبين الماركت عامل ازاي. تمام. هو انا بس حابب يعني قبل ما يعني اوضح لحضرتك السورس، ان احنا ده حاجه يعني لما جينا عملنا احنا حريصين في كل الحاجات في كل التقرير كان كله 10 year bonds yields والسي دي اسز 5 سنين، ان هو ده المتعارف عليه يعني، فاحنا كنا حريصين الريبورت كله. بس نقطه حضرتك والسورس investing.com هو فعلا دي الريتس اللي موجوده دلوقتي ويت ريتشت هاي اوف 29، لكن الكومنت بتاع حضرتك ان احنا مش بنيشو 10 سنين كتير، فالتريدد فوليوم بتاع ال 10 سنين قليل، فالسنسيتي الاكتيفيتي بتاعته عاليه، كلام مظبوط. انا اي ثينك عشان نحتفظ بان التقرير يفضل 10 سنين وي كان شو ال 10 وال 3 مع بعض لحد بالنسبه لمصر بس لحد ما لان انا في كل البلاد بقارن 10 سنين ب 10 سنين يعني، فهو ساعات المقارنه لما بيبقى البيز مختلف بتبقى سكيوت شويه، بس ديفينتلي هناخد ده في الكونسيدريشن. بس ده ردا لحضرتك وثانك يو سو ماتش، هناخد الفيدباك ده انت كونسيدريشن. النقطه الثانيه ليها علاقه ب خلينا نقول الدولار والمركزي والحاجات دي مع بعض. I think ان في حاجه اسمها balance sheet expansion. البنوك المركزيه لما كلاسيكلي لما كنا بندرس ان البنك المركزي بيعمل open market operations فعنده its own balance sheet، ودي من السياسات الاكثر حكمه في الاكسبانشن او في الكونتراكشن، ده صحيح. بس احنا من 2008 بنشوف الquantitative easing او التيسير الكمي، فهو حصل في كل البنوك المركزيه مش بس في مصر حاجه اسمها balance sheet expansion، ان البالانس شيت اللي كان فيها تريليون دولار بقت 7 و8 اقل باقل سنترال بانك في العالم، حصل فيه 3 تايمز اكسبانشن، وفي بنوك مركزيه حصل فيها 7 و 8 times expansion. الطبيعي ان البنوك المركزيه بتكرييت الماني دي او بتوجد الماني دي من العدم، بتحطها على السيستم بتسلفها عشان تكرييت نوع من انواع التيسير في الاقتصاد، وبتقف عليها بزيرو وبتجنريت عليها ريفينيو، فبطبيعه الحال هنا في البروفيت. من المتفهم وانا بقول دليل للنقطه اللي جايه بعد كده، من المفهوم ان ممكن يكون في برامج ليها شكل من اشكال الدعم، ان انا النهارده بدي لونز سوفت لونز لحاجات معينه والى اخره. اي ثينك واحده من اكتر النقاط، وده للطرح مش من باب النصيحه، من باب الطرح، ان واحده من اكبر النقاط اللي كان عليها وجهات نظر او خلافات في وجهات النظر هو مين اللي المفروض يدعم المبادرات دي، هل المركزي ولا الماليه. واي ثينك ان اللي جه عمل ريفيو من المؤسسات الدوليه المختلفه كان ليه وجهه نظر ان الماليه هي المفروض تدعم، وبالتالي having a central bank بيخسر is a very big question mark.
مش علشان هو مش المفروض ندعم، هو المفروض الدولة تدعم، بس المسؤول عن تكلفة الدعم المالية، والمركزي المفروض يطلع الأرباح ويديها للمالية، بس دي تطلع من ميزانية المالية. otherwise المركزي بقى بيخش بيدعم قطاعات، وهو دوره monetary policy، مسؤول على الكرنسي stability ومسؤول على الانفليشن، مش مسؤول على ان هو يدعم قطاع السياحة ولا يدعم قطاع الـ SMEs. المفروض يعمل ده وده discussion طويلة جدا. هو المفروض بيديها، هو المفروض بيورد النقطه، هو بيديها ولا بيديها؟ لا بيديها. اه ضرايب وارباح بيوردها، بيورد الفائض طبعا. كابيتالايز بالظبط. بالظبط. Yeah. انا بس النقطه اللي بعلق عليها هي نقطه الاشتباك. بما احنا اتكلمنا على فض الاشتباك، هو if we want to create or we want to have an independent central bank which we should بمانديت واضح، يبقى واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها ان المبادرات اللي بتطلع which are very important ان انا ادعم الاس ام ايز وادعم قطاع السياحه واكس وواي وزد، من المفروض انها تبقى تبع الماليه. حسن خلاص مش بس ده يعني this takes it ده has to be continued وما نرجعش ليه تاني. ممكن حاجه صغيره بس يعني هو يعني احسن مش احنا ما بنسجلش. كلم 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 بسرعه بسرعه، كلم براحتك. الماليه زي ما قلنا الماليه زي ما قلنا في الاخر هي اللي هتشيل الليله، واللي انا عارفه فور فاكت انه في وقت من الاوقات كان مدير الماليه معترض على المبادرات، وبالتالي هو الماليه ما كانت ما فرضتش على السنترال بنك المبادرات، والسنترال بنك اعتقد مستقل كان بياخدها بشكل مباشر. هو شايف أوكي. انه عشان يدعم السياحه دعم الاس ام ايز هيعمل المبادرات دي، وقلنا شغلته او مش شغلته دي ديبيت. اللي انا بقوله بس انه عشان بس يعني ندي كل ذي حق الحق، مش الماليه اللي فرضت على السنترال بنك ياخد المبادرات دي، هو اللي اختار كده، وفي الاخر الماليه برضه بتشيل الليله لما ما يجيلهاش ارباح. مفهوم. طيب انا دي كانت نقطه. النقطه الثانيه احنا بورينا اتفضلي حضرتك. مبادرات بلس كوست اوف ستيرلايزيشن ويتش واز امبورتنت. بالظبط مظبوط. طيب انا عايز برضو اتكلم في حته، بما انه ذكر احنا ذكر الاكسشينج ريت والدولار اللي داخل واللي خارج، يمكن احنا في اول كم مره ذكرنا التقرير كان طالب ان احنا نزود الريميتنسز تحويلات المصريين في الخارج، وده احنا وريناها ويتش از فيري هيلثي. وزي ما استاذ شريف كان بيتكلم ان من وجهه نظر البنك لو انت عايز تشوف هل في سعر صرف كويس يعني في فلو، فانت عايز تشوف تنازلات بتاعت المستوردين بتاعت المصدرين، بس كمان عايز تشوف تحويلات المصريين في الخارج، لان دول مور ريتيل بني ادمين عاديين، بدل ما ينزل 2000 دولار مع صاحبه بيحولهم في البنك. ذس از ا ماتش بيتر ساين، ممكن احنا مرينا في الجراف وكان ما وقفناش عليها كتير النهارده. في حته التجربه بتاعت الهوت ماني والتعامل معاها، اي ثينك لو احنا عايزين نبص عليها احسن تجربه هي التجربه بتاعت تشيلي. تشيلي وانت وذ شيكاغو بويز وركبوا العوامه ورجعوا وراحوا، اند ذن دي هاد ا بروجرام اسمه هوت ماني ستيرلايزيشن. قريت كابل اوف بوكس عليه. يعني البروجرام مبني على فكره اي نيد هوت موني بسيرتن ريكويرمنتس، فانا هدخلهم بطريقه معينه، هحطهم في ريزيرف اكاونت لوحده، وانا بطلعهم بعورهم. انا بس بعورهم بروجريسيفلي، يعني في اوقات معينه بعور في ليفل معين، في اوقات ثانيه بعور، فهي التعويره مش فيكست، وبالتالي انا حاطط مدخله معايا بفاريابيليتي. انا ماشي كويس اطلع براحتك، انا مش ماشي كويس تعور معايا. فهي الستيرلايزيشن دي اي ثينك ان ذس از يعني كان ستيجلز دي كتاب اسمه لايف افتر ديت،
الكتاب هو مجموعه مقالات، وهو اللي كان بيكو اوثر فيهم كلهم دكتور ستيجلتز، وهو كان طالع بالكونكلوجن دي ان if you want to deal في emerging markets زي ما مهندس هشام قال ما ينفعش، هاني اسف مهندس هاني قال ما ينفعش تبعد عن الهوت ماني، هو مش شر مطلق، فلا هاف تو ديل وذ ات. عايز تديل وذ ات يبقى لازم يبقى عندك سنترال بانك بوليسي بتستريلايز وبتعرف تتعامل معاهم وتدخلهم وتخرجهم. نعم، هو بقى الكتاب كان كاتب لايف افتر ديت، فكان كاتب من تجارب امريكا اللاتينيه، تشيلي، برازيل، بيرو، بوليفيا، عدى عليهم كلهم، كل اللي جيفري ساكس لبسهم في التسعينات وهو دخل اشتغل معهم في الالفينات، كان بيتكلم الدول دي عاشت العشرين سنه ازاي وازاي عملوا ريستراكشر. هو الكتاب كله مبني على كده، اتس ان اميزنج بوك، هوبفلي مره في المرات نقعد نتكلم فيه، لان هو كان كو اوثر شيب بينه دكتور ستيجلتز وبين هي واز ماي بروفيسور في كولومبيا وبين كل الدكاتره اللي كانوا ماسكين الماليه في الوزارات بتاعت البلاد المختلفة والبنوك المركزية، فكانوا بيتكلموا مين اللي نجح ونجح ليه ومين اللي فشل وفشل ليه، وازاي انه ممكن يكون في حياة بعد القروض، لان لما بتخش في ده تراب the question is will you ever يعني make it above water or not. فهو ده البوينت بتاعت التجربة بتاعت تشيلي is very very interesting في الحتة دي، ان احنا كإمرجينج ماركت مش هينفع نبقى بعيد عن الهوت موني، بس how to deal with it ده وازاي احنا ناخد البست منها في التو سايدز. فدي نقطة تانية. فيما يخص اي ثينك واحده من الحاجات، بما ان بيجي لنا تعليقات دايما على الريبورت، اي ثينك ان احنا احنا بنقيشوا الريبورت ده مونثلي، فبنحاول نجمع اكبر كميه من الداتا في اكتر شكل ستراكشرد يفتح زي ما اتقال يستيميليت الدسكشن. بس اي ثينك واحده من الحاجات واقترحها على دكتور عادل ان احنا كمان شهرين هيبقى كملنا 12 ريبورت، فممكن بعد ما نخلص نعمل ان انوال ريبورت على ده. اي ثينك ممكن يعني نتكل في حاجات زي ما حضرتك اتفضلت، حاجات ريجنال، لان الحاجات دي سبيشال توبكس انا مبقاش عليها ديتا اون ا مونثلي بيسس صعبه، فاحنا ممكن اون ان انوال بيسس ناخد توبك زي ده، ناخد فيو كي ثيمز نستفيد فيها بشكل كبير جدا، لان احنا جالنا في خلال السنه فيدباك على حاجات كتير قوي بس ما بنبقاش عارفين نتعامل معاها اون ا مونثلي بيسس، لان اي حاجه ما لهاش ديتا زي الجي دي بي كومبوننتس بتاعته بنجد صعوبه اون ا مونثلي بيسس. فا اي ثينك اون ا كورت اون ان انوال بيسس هيبقى عندنا انف ديتا نتاكل الحاجات دي. ثانك يو سو ماتش.